ما راهو ما عندوش حق باش يعملوا الدستور هذا، راهو انقلاب على السلطه الشرعيه وكان موضوع شكايه جزائيه وسيحاسب نهار، والدستور هذا سيكون من المؤيدات اللي تقدم المحكمه ما شاء الله اذا قامت عداله في وقت من الاوقات في تونس، وهذا حلم لا حقيقه لقديه والتو اللي رايناه بشكل مناسب. خطا كبير اللي يعمل فيه سي قيس سعيد، انا ضد المشاركه في مشروع انقلابي، يجب ان يسقط قيس سعيد ويجب ان يحاسب على انقلابه.